إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يتنافس الناس في كل وقت وحين على تحقيق أسباب السعادة، ظنًا منهم أن ما يجلب السعادة هو ما يجمعونه، فيرى بعضهم السعادة في جمع المال، ويرى بعضهم السعادة في قوة الأبدان، ويرى بعضهم السعادة في تشييد القصور، ولكن السعادة فيما اكتنزه الإنسان لنفسه يوم البعث والنشور. جاء في الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: قل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك إيمانًا صادقًا ولسانًا ذاكرًا وقلبًا خاشعًا، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. عباد الله، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للشداد بن أوس رضي الله عنه، حين يذهب الناس ليجمعوا الذهب والفضة ليكونوا مغرقين موغلين في هذه الدنيا، أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى ربه بالدعاء وأن يسأله من هؤلاء الخيرات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء وأمر به، وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا دعا بدعوات فإن الله يستجيب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. عباد الله، إن العبد حين يدعو ربه سبحانه وتعالى لا يعدم إحدى خصال ثلاث: إما أن يستجاب له وهو مقصوده بالدعاء حين دعا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله وهو خير له، وأعظم من ذلك أن يدخر لك أجرا يوم القيامة. إذن يا عبد الله، حين تدعو ربك سبحانه فإنك دائما تكون كاسبا لهذه الأجور، محققا لهذه الدعوات، فكن من الداعين لله سبحانه وتعالى، كن ممن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، في سرائه وضرائه، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، كن مع الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإن من جملة هذه الدعوات ما قاله عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. إنه أمر عظيم أن يبقى الإنسان مستقيما على طاعة الله. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، وهو الذي أُيِّد بالمعجزات، وهو الذي أوحي إليه من رب السماوات، يسأل ربه دائما ويكثر في سجوده أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، ويقول: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، يسأل ربه الثبات، وهو يوحى إليه ويؤيد بالمعجزات، وهو الذي دنا من ربه واقترب. سبحانه وتعالى أسبغ على عبده محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه النعم، ومع هذا يسأل ربه الثبات حتى الممات. عباد الله، ها هي وصية أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، تؤكد المعنى الذي جاء في الحديث السابق. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. قال الإمام النووي رحمه الله: الاستقامة هي لزوم طاعة الله، أن تكون دائما على طاعة الله، حتى وإن زلت بك قدمك تبت إلى ربك فكان ذلك طاعة منك لربك. فالتوبة طاعة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عباد الله، الله الله بالاستقامة على طاعة الله، الله الله بسؤال الله الثبات. فإنه ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع ولا خيرا من أن يكون مداوما على طاعة الله، مستقيما على أمر الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه وكفاه، وهي خير زاد تزود به المسافرون إلى الله. ثم اعلموا أيها الإخوة أن شأن الاستقامة عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى قد رتب عليها الجزاء العظيم. فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، تثبتهم على قول لا إله إلا الله. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في الحياة الدنيا عند الاحتضار تثبتهم على قول لا إله إلا الله، وفي الآخرة في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة. فإذا دفن الميت وألحد، ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن كان من أهل الإيمان والاستقامة قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان على خلاف ذلك قال: ها ها لا أدري. وجاء في رواية أنه يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جزاء المستقيمين التثبيت حين يختل الآخرون، يأمن القادمون على ربهم إن كانوا مؤمنين، أما إذا كانوا قد ألبسوا إيمانهم ظلما وأشركوا به فإنهم يأتون فزعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار تثبتهم على قول لا إله إلا الله، ألا تخافوا، أي لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، لا تخافوا من الحساب والسؤال، تأمين من الفزع، ولا تحزنوا، ولا تحزنوا على ما تركتم خلفكم من الأموال والذرية فالله يحفظهم. الخوف يكون مما أنت مقدم عليه، والحزن يكون على ما فات ومضى. قال بعد ذلك: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالله الله عباد الله، بالاستقامة على طاعة الله وملازمة أمره والإكثار من سؤاله، اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بأمر المؤمنين به، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الصبطين علي، وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا الثبات على هذا الدين حتى الممات. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بالفرج يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا استووا، تراصوا، حاذوا بالمناكب والأقدام، وسدوا الفرج، أتموا الصفوف الأول فالأول.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.